تيراس موجودة في بالضبط في منزل بورقيبة تري بريسيزمون. عندي 5 صغار، قريت في تونس، قريت في المدرسة العمومية من المدرسة الابتدائية حتى للجامعة، عملت فينانس في تونس وبعد عملت دوا في سوربون في فرنسا، وخدمت في لندرا في الفينانس كي صارت الثورة في تونس. حبيت أن نعمل حاجة على خاطر نمن بالبلاد هذي وبالكفاءات الموجودين في البلاد هذي، بالأخص الشباب بتاع تونس اللي كل يوم يزيد يبهرنا، معناتها كل يوم يزيد يعطينا أمل ويعطينا ثقة اللي البلاد هذي فيها كل شيء باش ننجح. هي تونس غنية، هي تونس مش فقيرة لكن فيها عباد فقراء مش كيف كيف. هذيك علاش عملت المؤسسة فونداسيون رامبورغ اللي هي تخدم على التربية وعلى الثقافة، لكن عنا جانب آخر اللي هو جانب الاقتصاد التضامني والاجتماعي نخدم عليه برشا، ودونك نخدم برشا مع الأرياف، نسالي في الأرياف، نخدم برشا مع الشباب على خاطر نمنوا شباب تونس، وقاعدين نعمل في برشا حاجات اللي كل ما تعطي شوية أمل ويرجع شوية ثقة في تونسي ولا تونسية، هما يرجعوا لك 100,000 مرة قد اللي انت عطيته. تونس تولدت فيها، تونس قراتني، تونس فيها الناس اللي نحبهم، ما نجمش نقعد يدي مكتفة، فقررت من خلال هذه المؤسسة اني نعمل حاجات وحاجات بالاساس في التعليم وفي الثقافة، على خاطر نمن بالتعليم، نمن انه الناس الكل عندهم الحق في تعليم دو كاليتي مش اي تعليم، وانه هذاك اللي مش يخلي الناس الكل يكونوا عندهم فرص. انا هكاك تربيت وبالقرايه اللي قريتها في تونس وصلت، وماذا بيا التونس الكل يكونوا عندهم نفس الفرص. مشاكل معناتها اللي قاسيو فيها الناس الكل، يمكن تعطيلات اداريه ولا ناس يعطيو كلمه من بعد ما تلقاهم، مش حاجات اللي تصير يعني على الناس الكل، مش حاجات اللي انا نقاسي منهم. ما نركزش ياسر على المشاكل، نركز على الغايه وين نحب نوصل، والمشاكل مشاكل ديما تلقانا حل. احنا التوانسه على كل حال ديما نلقاو حل. في تونس يمكن البروجي اللي عملته في جبل سمامه هو اكثر بروجي اللي مسني، اللي علمني برشا حاجات. نرى لي فورماسيون اللي قاعدين نعملو فيهم في الارتيزانا في جبل سمامه، نرى في ناس قاعده تخدم، نرى في ناس قاعده تقدم. يمكن هذيك احلى تجربه عملتها في تونس. يظهر لي كان فما مساج قصير يمكن غير ما ندخلوا معناتها في تمطيط، لازم نسمعوا من ضعف قوه.